رياضي ثقافي فني لجميع الأنشطة لكلية الآداب، واضح إنه ما شاء الله اليوم معد إعداد جيد وفي أنشطة مسابقات على أعلى مستوى، والكلية كلها بتشارك من الطلبة والطالبات والمعيدين والمعيدات وأعضاء التدريس. أنا بتمنى لهم التوفيق والاستمرار في هذا في تفعيل الأنشطة الطلابية. لعيب كرة زمان. حجم المشاركة كان جميل جدا، يعني احنا نقدر نقول مثلا المشاركة كانت بنسبة 80% من الطلاب كان شاركوا. طبعا بالنسبة للتنظيم كان التنظيم على أعلى مستوى، وأنا شخصيا كمدير رعاية شباب بشكر الطلاب القائمين على التنظيم، لأنهم فعلا كان كل واحد عمل المهمة الموكلة إليه على أكمل وجه، وأنا أعتقد أن يعني ده رأي جميع أن اليوم كان ناجح، وإن شاء الله خير وربنا الموفق. فعاليات اليوم النهاردة كانت بداية بعرض من كلية التربية الرياضية، كان حاجة جميلة، كان عندنا العديد من الأنشطة، كانت من أكثر الأنشطة مشاركة كرة القدم، وكان من أبرز المشاركين فيها الدكتور أحمد غلاب، وأنا بشكر الحضور وبشكر المشاركين، وإن شاء الله كده استنونا بإذن الله في أنشطة جاية.